يقولون في واحد راح حق الشيخ وسأله، قال له إني قرأت كتابا ولم أستفد منه شيئا. فقال الشيخ: يا بني خذ هذه التمرة. خذاه وأكله. فقال: يا بني أو كبرت الآن بعد ما أكلته؟ قال: لا كبرت. قال: ولكن هذه التمرة توزعت في أحشائك وفي دمك وأعطتك طاقة وزادتك. كل معلومة يا أخوان نأخذها أو نقرأها أو كتاب نستفيد منه في الحقيقة هو يتحول إلى أمور أخرى، رصيد ثقافي وعلمي، قد يكون جزءا من تحريك الأخلاق القديمة، أو رصيد لغوي عندك في ذهنك. فأحرص أن يكون لك كل يوم زيادة بسيطة لعلها في المستقبل تحقق الفائدة.